سؤال 47 معطيني هذا الشكل، هذا السلندر إلى ماس M2 وهذا الكارت إلى وزن M1 وعندي هنا بولي، فلو أخذ الفري بادي دايجرام لكل واحدة على حدة، فبالنسبة للبولي بي موجودة بها قوتين، القوة الأولى اللي هو للأعلى والقوة الثانية للأسفل، يعني أكو قوة الجاية من وزن البرميل اللي هي تجر للأسفل، وقوة ثانية تسحب للأعلى على اعتبار أن هذا التنشن مثبت بنقطة موجودة هنا، فالتنشن يكون باتجاه نقطة التثبيت هنا. وبالنسبة لهذا السلندر جي فعنده قوة اللي هي عبارة عن وزن الأسفل عبارة عن M2 في جي، وقوة الأعلى اللي هي التنشن T1 على سبيل المثال. وبالنسبة للكارت سي فهذا الجسم بي رولر سبورت أكيد بيها نورمال فورس، فعندي 2 نورمال فورسز R1 R2 أو أسميها N1 N2 نفس الشيء، وهنا عندي بيها البولي بداخلها تأثر عليها قوتين، القوة الأولى التنشن باتجاه نقطة التثبيت، والقوة الثانية اللي هي T1 والM1 G. T1 للتنشن اللي هو الحبل المرتبط بهذا البرميل خلينا نقول، والM1 في الجي هو وزن هذا الشكل أصلا. بالبداية لو نجي إلى هذا الشكل مباشرة الM2 في الجي يساوي T1 على اعتبار أنه هذا الجسم بحالة إكوبريم، فلو أخذ سيجما فا يساوي صفر فهذا يعادل هذا، فإذا رأسا T1 يساوي M2 في الجي. بعدها لو انتقل إلى هذه البولي فمباشرة أقول T1 هو نفس T أصلا على اعتبار أنه القوة تنتقل إلى البولي، أو إذا أريد أثبتها أخذ مومنت من نتيجة حيطلع لي T يساوي T1، وأنا أصلا ما أحتاج إلى المومنت لأنه هي أصلا نفسها القوة راح تنتقل بالبولي، فبالتالي T يساوي T1 ويساوي M2 في الجي. إذا طلعت عندي هذه المعادلة. بعدها راح أخذ سيجما F على هذا المحور المائل، فمعناها T هذه تنزل نفسها M1 في الجي في ساين ثيتا، يعني هذه M1 في الجي لو أعطيها كوساين ثيتا تنطبق على هذا المحور، فراح أعطيها ساين ثيتا تكون بهذا المحور اللي أريده أنا، ولكن اتجاهها باتجاه معاكس فراح أعطيها سالب، فسالب M1 في جي في ساين ثيتا. والT1 هذه نفس الحالة لو أعطيها كوساين تنطبق على المحور فراح أعطيها ساين، فسالب T1 ساين ثيتا. هذه T هي نفسها T1 واللي هي M2 في جي، فأعوض بالT M2 في جي، وهنا عندي M1 في جي في ساين ثيتا، وهنا عندي M2 في جي في ساين ثيتا. إذا M2 في جي و M2 في جي حطلعها عامل مشترك، منها يبقى واحد ومنها يبقى ساين ثيتا، وهذه ينقلها للطرف الثاني فصير M1 في جي في ساين ثيتا. فإذا M2 تساوي M1 ساين ثيتا على 1 ناقص ساين ثيتا، فهو أصلا يريد مني أن أحسب M2 بدلالة M1، طلعت هذه العلاقة. بعدها يقول لي evaluate your expression for theta يساوي 15 45 60، مرة عوض 15 للثيتا ومرة 45 مرة 60. لو عوضنا ال 15 بشكل مفصل بس كخطوة أولى بدال ساين ثيتا نعوض هنا 15 وهنا 15، فيطلع قيمة 0.349 من الأموال، فراح أسوي مثل الجدول أسهل العملية، إذا كانت 15 هيطلع لي هذا الناتج، وإذا كان 45 يطلع لي هذا الناتج، وإذا كان 60 يطلع لي هذا الناتج، مجرد أنه أعوض قيمة الزاوية بالساين ثيتا.